السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني جبتكم غوسيت تاع خبز لومبورغر، ميم لا فيوندا شي تاعو كيفاش نبريباروه. والخبز تاعه يجي خفيف بزاف وساهل، وبالخوف نوجدوه ويجي خير من تاع برا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. خفيف بزاف ما يتفتتش. نروح نشوفوا لي زانغيديون. نبداو بالخبز. عندنا مغرف ونص سكر، مغرف ونص خمارة تاع الخبز، زوج مغارف لحدة ليون بودغ، مغرف صغيرة ملح، نص كاس زيت، ومغرف كبيرة تاع دهان، و 500 غرام رطل فرينة. نبداو الأولى نحطو مغرف ونص تاع خميرة مع مغرف ونص سكر، مغرف ونص، المغرف تكون كبيرة. نخلطوها مع الماء دافي غي شوية ونخلطو غاية، فوالا، ونغطيوها ونخلوها تربوزي دي مينوت، نخلوها باش تتفاعل هذيك الخميرة تاعنا. نحكم الفرينة تاعنا اللي هي رطل 500 غرام فرينة، نزيدو عليها زوج مغارف لي اون بودغ حليب مجفف لحظة، مغرف صغيرة تاع ملح، ونص كاس زيت. نخلطو كل شيء. انا هذه اللحظة راني عاودتها لكم بلوزيغ فوا، نقول لكم لي اون بودغ وحليب مجفف، باسكو في الكومونتير جاني شحال من كومونتير يسقسوني جا هي اللحظة، سي بوغ سا قلت لكم لي اون بودغ وحليب مجفف. ونشوفو الخميرة تاعنا والسكر والماء اللي خلطناهم كيفاش تفعلوا لنا كشو تخمروا شوية كيما راكم تشوفوا. نخلطوهم مع الفرينة، فوالا، ونبداو نلمو فيها. نجمو غير بيدينا سينو بالبيتران، انا هنا راني استعملت البيتران. باسكو ما تحتاج مجهود كبير تاع نعجنو بزاف ولا جوست نلموها، ونقعدو نزيدو في الماء دافي. هنا لاباط تاعنا ما يليقش تكون ناقصه، يليق تكون تلصق. من بعد ما تلمت لنا كاع نزيدو عليها مغرف تاع دهان، مغرف كبيره تاع دهان، كيما راكم تشوفوا لاباط تاعنا راهي تتلصق في اليدين. نغطيوها وخلوها تخمر، ونروحو نوجدو لا فيونداشي تاعنا الكفته. هنا عندنا بصل مقطع بتيدي وشويه قزبر مقطع، نبغي نزيدو معدنوس نزيدو، والملح قرفه والحرور. وهنا غادي نديرو بصل كاراميليزي، نقطعوه طويل من بعد نشوفو كيفاش غادي نديروه. بون نحكمو المغلة تاعنا نديرو فيها شويه زيت، نحطو فيها الحبه تاع البصل تاعنا اللي قطعناها بتيدي، نقليوها شويه فوق النار. من بعد ما تقلينا شويه نزيدو عليها القزبر كيما قلت لكم، الا كان عندك شويه معدنوس نزيدو شويه معدنوس، انا هنا درت جوست القزبر غير شويه. نخليوه يتقلى، ابخي نزيدو عليه القرفه والحرور والملح. هذا ما نديرو في ليزيبيس، ما نزيدوش حاجه اخرى، الشكفته تاعنا تجي شابه. نجمو القرفه كاع نستغناو عليها، نديرو جوست الملح والحرار. من بعد ما تتقلى لنا نخلوها تبرد شويه، ونخلطوها مع لا فيونداشي تاعنا الكفته. فريمون هاد الكفته تاعنا تجي فيها واحد البنه، جربوها ان شاء الله وتفهموا. ونعجنوها بيان، ابخي نديروها هاكا دويرات صغار على حساب الخبز اللي يكون عندنا. هي نورمالمون انا نحشات لي، مي نورمالمون نكبروها شويه على الخبز.
كما راكم تشوفوا بنتي راني شهيتها في البرجر، راهي جات تخدم معايا، جابت كرسي وجات حدايا تخدم. من بعد ما وجدنا الكفته تاعنا ندخلوها للفريجيدير ونروحوا نولوا نكاراميليزو هذا البصل تاعنا، نحكموا المغله نديروا فيها شويه زيت نحطوها فوق النار، نغطيوها ونخليوها تتقلى في غرضها، نقطعوها كيما راكم تشوفوا على الطول ونبلعوا عليه ونخلوه يتقلى في غرضه. ونروحوا نشوفوا لاباط من بعد ما خمرت لنا كيما راكم تشوفوا دوبلة ضعف الحجم تاعها، نديكازيوها نحكموها هكا ونحطوها فوق بلان دو ترافاي تاعنا وين غادي نخدمو، نديرو شويه زيت ونقسموها. هنا كل واحد كيفاش يبغي، كاين اللي يبغي الخبز تاعها كبير، كاين اللي يبغي الخبز تاعها صغير، كل واحد كيفاش. انا هنا درته مويا ما كبير ما صغير نورمال. نحطو شويه فرينه ونبداو نديرو دي بول صغار، فوالا. من بعد ما كملناهم هناك شغل نحلوها شويه، مي ما نرقوهاش بزاف، ماشي غليظه بزاف كيما راكو تشوفو في الفوتو. غادي نعاود وحده قدامكم وفي البلاط تاعنا نكونوا ديجا دهنينه ولا داين فوقه بابي كويسون، ونحطوها فيه. ما نكثروش الفرينه بزاف كي نكونوا نديرو فيه باش ما تقصح لناش لاباط. نسيو نسقمهم باش يجو مدورين كيف كيف صغار، ونكملو كي من هكا ونخليوهم يخمروا شويه يعاود يضاعف الحجم تاعهم. هنا ما يشدناش الوقت بزاف، ونروحو نشوفو البصل تاعنا من بعد ما تقلى لنا. نزيدو عليه مغرف صغيره تاع سكر، انا هذا المغرف صغيره تاع سكر تجي فيه بنة واو، وما يجيش حلو ما تخافوش، ما يجيش حلو جوست يتكاراميليز هذا البصل سيتو، مغرف صغيره ونخلطو ونخلوه يبرد ونولو الخبز تاعنا. هنا نديرو وحده صفار بيض وشويه لاصوص صوجا صويا صوص. هنا نجمو نديرو غير شويه خل مع صفار البيض سينو شويه حليب. انا هنا كانت عندي لاصوص هذه صوجا الوغ درت منها شويه ميم تعطيني كولور شابه من الفوق، سينو نجمو نستغنو كاع على الصفار، نجمو نطليوها غير بالحليب. انا غير بغيت هذيك لا دوغور دي من فوقها تجي شابه، هذا مكان. ومن فوقها نزيدو شويه جنجلان، انا زواق كل واحد كيفاش يبغي، انا بغيت ندير جنجلان باش يجيني كيما تاع برا، مي فلوغو والله الا يجي خير تاع برا. وندخلوه من الفوق يطيبوا الفوق تاعنا يكون حامي، شعلوا ليهم التحت من بعد كي يطيبوا شعلوا ليهم الفوق يحمروا. اي لا ريزولطا قدامكم، يجي خفيف بزاف من الداخل. نروحوا نقليوا الكفته تاعنا بيسكو جدنا الخبز سي بون، نقليوا الكفته نسيو كي شغل نزيدوا عليها النار باش تنشوانا. ونروحوا نوجدوا لومبوغا تاعنا، حلينا الخبز درنا هنا لاصوص اللي فيها مايونيز شويه لا موطارد والهريسه صوص بيكونت وشويه ليم والكاتشب، نحطو سلطه طوماطيس وهذا البصل كاراميليزي تفاصيل. هنا الحاج تاعك اختياري، نجمو نديروها بالاسكالوب باني، نجمو اي حاجه نجمو نعمروه بها ولا بولي هاشي. انا جوست وريت لكم كيفاش وانتوما كيما تبغوا تعمروها. ليسونسيال الخبز هو اللي عليه العمده، يجينا خفيف بزاف وشبه. غادي تجربوه ما تقولوش تشوف تاع برا،
تستانيو على تاع برا ونكملو كيما هكا حتى نعمروهم. ميم هاد لاصوص تجيك شو البيكون شويه حاره تجي شابه، واللي عندها الصغار ما يبغيش الحار ينجم يدير غير مايونيز والموطارد والكاتشب وشويه ليم ولا خل. ونكملو كيما هكا. مي هاد البصل جربوها سورتو مع هاد البصل تجي فيه بنه شابه بزاف. ميم الصغار اللي ما ياكلوكمش البصل وما ياكلوش من ديروهم لكم هكا امبورغر غادي ياكلوه. اي فوالا كملنا، نتمنى تعجبكم لا ريسيت وتجربوها ان شاء الله. وعلى بروشين، سلامه.